أما بعد، في البداية أريدك أن تتخيل أنك تجلس في بيتك وحدك وفي سكون الليل الرهيب، وقد انتصف الليل وجدت من يطرق الباب عليك، فقمت مسرعا نحو الباب ونظرت من ثقب الباب فلم تستطع أن تتبين من ملامح الشخص الذي طرق الباب عليك. ما هي أول كلمة ستخرج من فمك في هذا الموقف؟ أول كلمة سينطق بها لسانك هي مين، تخرجها مدوية حتى تتعرف على هوية الشخص الذي طرق الباب عليك. أيها الإخوة، أريد أن أسأل سؤالاً قد يتعجب الكثير من طرحه، والسؤال هو: أنت مين؟ من أنت؟ ما هويتك؟ ولعل مجيباً يقول: أنا فلان ابن فلان، والآخر يقول: أنا المهندس الفلاني، أو الطبيب الفلاني، أو رجل الأعمال المعروف. ولكن وللأسف أقول لك أخي الحبيب، إجابتك خاطئة. فلعل السؤال الذي يدور ببالك الآن هو: إذا من أنت يا من تسألني من أنا؟ أجيبك وبالله التوفيق: أنا مسلم سعيد. ستقول لي: أعرف ذلك، ولكن أقصد أن هذا اسم وحال. إذا أنا اسمي مسلم سعيد، وأنا سعيد. أتعرفون لماذا؟ لأنني مسلم. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مسلم سأعيش دوما مسلما، فليعلم الفجار أني ها هنا، لم أنحني لم أنثني لن أركنا. أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي. أنا من جنود الله حزب المصطفى، وبغير هدي المصطفى لا أهتدي. حاشايا أن أصغى لدعوة ملحد، وأنا فتى القرآن وابن المسجد. أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكر. الكون لي ولخدمتي قد سخر، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى. ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها لله والله اشترى. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلم. أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامي الحمى. أنا إن سألت القوم عني، أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مسلم سأعيش دوما مسلما، فليعلم الفجار أني ها هنا، لم أنحني لم أنثني لن أركني. ذلك إنه لا يكفي أن تقول أنا مسلم فقط. أنا مسلم تعني انتماء لدين الله الذي أنزله من فوق سبع سماوات على أفضل أنبيائه وخاتم رسله أجمعين. ولكن وللأسف ظهر الآن من منا يستحي أن يقول أنا مسلم. أخي الحبيب،
بل هنالك.